أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا لا يعد الحسن ابن علي رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين المهديين؟ لا، بعضهم يقول أنه مكمل، أن مدة خلافته مكملة لخلافة الخلفاء الراشدين، ولكن الصحيح أن خلافة الخلفاء الراشدين انتهت بموت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أختي حامل. ولو كان أحد يبي يلحق بالخلفاء الراشدين لألحق عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.